عقد المؤتمر السنوي التاسع لجمعية سيدات أعمال مصر 21 تحت عنوان استكشاف استراتيجيات النجاح المستقبلية. تستمر فعاليات المؤتمر حتى 18 من فبراير 2024 ما بين محافظتي القاهرة والأقصر، وتناقش النسخة التاسعة من مؤتمر سيدات شركاء النجاح العديد من المحاور والقضايا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما يعرض المؤتمر الحلول المناسبة له وكيف يتم استخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال. المؤتمر النهارده مهم جدا، واحنا كبنك اوروبي بنساند المؤتمر ده بقالنا 9 سنين. اهميته ان هو بيجمع نخبه من سيدات الاعمال والمشروعات الصغيره والمتوسطه في الوطن العربي. النهارده طبعا جاي في وقت مهم جدا، ان احنا بنمر مرحله حرجه شويه، عندنا مشاكل كتير قوي اقتصاديه وسياسيه بنمر بيها، ولازم نساعد على قد ما نقدر المشروعات الصغيره والمتوسطه، لان هي دي اللي هتشد الاقتصاد، يعني هي الامل الوحيد دلوقتي في اللي بنسميهم الاس ام ايز، المشروعات الصغيره المتوسطه. دي مبادره من القطاع الخاص ان هو يسعى الى دعوه المجتمعات العالميه انها تشوف انجازات المراه المصريه ومستوى ثقافتها ومستوى مساهمتها في الاقتصاد المصري، وازاي نقدر نتعاون مع بعض ونوري صوره ايجابيه للسياحه والاستثمار والامان اللي البلد موجوده فيه.